فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ترك الصلاة فترة طويلة بحكم أن الأرض التي هو عليها مغصوبة ولا تجوز الصلاة فيها، وهو الآن يقضي مع كل صلاة 3 صلوات، فهل يستمر في فعله هذا؟ أي نعم، ترك الصلاة مدة طويلة من غير عذر، لأن المغصوبة إذا لم يستطع، محبوس ما حصل له يطلع منها، صلي، تقول الله ما استطعتم، صلي وهو في أرض مغصوبة، في أرض نجسه يصلي والأرض نجسه ما يخالف، تقول الله ما استطعتم. هو أخطأ في ترك الصلاة. نعم.